ويمكن حضرتك اتكلمت قبل الحلقه على شجع سموحه، ودي برضو احب اقولها لان دي اظهرت عدد الابطال اللي موجودين في نادي سموحه. مظبوط. لان احنا يعني بنشتغل بس لا نجيد الاعلام، فما كناش بنتكلم ابدا عن نادي سموحه في ايه. فبص لقينا ناس تقول لك ايه ده نادي سموحه، او انا طبعا ليا الشرف اللي مقترح ان يكون نادي سموحه اسمه نادي سموحه الرياضي الاجتماعي. اوكي. لكن فكره شجع سموحه دي فكره الدكتور عمر الغنيمي زميلنا في مجلس الاداره. ايوه. وانا انبسطت منها جدا ويعني وكنت متحمس جدا وشاركته في تنفيذها وطورناها بقى الحقيقه يا فندم. معلش قبل ما حضرتك تتكلم للنقطه دي، لان برضو زي ما كنت بتكلم مع حضرتك ان انا يعني بروح اسكندريه كتير الايام دي، من الصور اللي طبعا هي حمله دعائيه رائعه جدا عشان ووفائيه، بمعنى ان انت جايب كل الابطال اللي اشتغلوا في او اللي طلعوا من نادي سموحه. اللي لفت نظري هي صوره الكابتن محمود بكر الله يرحمه، عضو مجلس اداره نادي سموحه السابق، وكابتن بدر عبد الفتاح. كابتن بدر عبد الفتاح يعني اسماء الحقيقه بالنسبه لي دي كانت وفاء اكتر لنا. كابتن محمد علي رشوان طبعا، وكابتن محمد علي رشوان اسطوره الجودو طبعا، الجودو. لان هو طبعا هو ابن نادي سموحه. انا اول حاجه عملتها، اول حاجه لما دخلت النادي رئيس للنادي ده، اول عمل عملته اديت ادويه عامله للكابتن رشوان وللكابتن شحته الاسكندراني. خدت بساتك. فاحنا جبنا بقى الابطال، لقينا اعداد ضخمه جدا من الابطال. مفيش منتخب في مصر الا من سموحه، عندنا ناس كتير. مفيش ابطال في مكان الا من سموحه. أيوة. عندنا 5 أو 6 راحوا الاولمبياد الاخير، ذوي الهمم بقى وذوي الاحتياجات الخاصه. اقول لك 70% من ابطال مصر من نادي سموحه. في اهتمام كبير جدا بذوي الهمم. نمره 1 عندنا في النادي. كل حاجه لهم مجابه، وكل حاجه من غير مجانا تماما، بنرعاهم رعايه شديده جدا. لا حتى الرمبات اللي اتعملت جديد عشان كل حاجة. الشباب طبعا طبعا دول هم الاولى بالرعايه. ولهم احتفالاتهم وبنعمل كل حاجه. فلقينا اعداد ضخمه جدا من الابطال، واعداد ضخمه جدا من الرموز. واحنا انا والدكتور عمر دافعين 20% من هذه الحمله، 80% من الحمله دي مموله من ناس اصحاب شركات الاعلان والدعايه واعضاء من نادي سموحه وناس من خارج نادي سموحه. انا كنت لسه هسال حضرتك ليه بقى، لانه تقريبا اسكندريه بالكامل اعداد فلكيه بالظبط. من اتفاجئنا بقى ان لقينا ناس اصحاب شركات، يعني بدل ما ياجر اللوحات بتاعته ب 5-6 مليون جنيه، يجي يقول انا عايز الشهر اشارك الشهر ده او الشهرين ده، أو انا عايز اشارك. اوكي. فلقينا وفي بقى ناس تيجي اولياء امور وناس كده يقول ايه انا عايز اشارك. اوكي. ولقينا بقى ان الولاد الابطال والكده بقوا يصوروها. مظبوط. ويتصوروا جنبها. انا بقول لحضرتك انا لفت نظري. فهي خلقت حاله من الانتماء الشديد جدا. وانا بقول ان اذا كان عندنا 2500 بطل 2700 بطل ودي اعداد حقيقيه، واذا كان عندنا 300 او 400 لاعب دولي ودي اعداد حقيقيه، هيبقى عندنا اضعاف دول، مش في سموحه بس، وفي كل الناس اللي شافت الحمله. ليه؟ لان احنا وجدنا القدوه. وجدنا القدوه الرياضيه، وجدنا القدوه في الاداره، وجدنا القدوه في اشياء كتيره. فاكيد في ناس صغيرين هيشوفوا الناس دول وصورهم هيبقى نفسه يعمل زيهم. مظبوط. وهيبقى عنده امل ان لما يعمل زيهم صورته تتحط. طبعا. واحنا ان شاء الله هنيجي في شهر 11 من كل سنه وهنعمل هذا الكلام. كل الخطوة سنة. الجاية ان شاء الله، والخطوة الجاية ان احنا برضو هنعمل يعني احتفال لشهداء الشهداء اللي موجودين من سموحة، سواء من الجيش او الشرطة. لان احنا برضو ابتدينا نفكر في الابطال في كل اتجاه. احنا بدأنا بالرياضة، بعد كده وبرضو الناس اللي حاصلة على اوسمة في مصر من نادي سموحة، لكن هي فكرة جميلة جدا. واكيد طبعا اندية اخرى هتحاول انها تقلدها وتطورها، فهتبقى بقى نوع من الانتماء الكبير قوي لمصر. ايوه مظبوط. وتشجيع كبير قوي ان الولاد او يعني الشباب يلعب رياضه، وده اللي احنا متبنينه في سموحه.